من عند ابني احمد. اي على بال ما وصلت البيت كان تليفون ضرب. هو اللي بيتكلم، هو شخصيا بقى. انا افتكرت الاول حد بيهزر. والله. ايوه. قلت له مين اللي بيتكلم، سمير خفاجي ولا مين؟ قال لا يا استاذ، احنا الرئاسه. قلت له رئاسه ايه؟ قال لي رئاسه الجمهوريه وبندور عليك. قلت له يا سلام، مين عايزني؟ قال لي الرئيس. انا سكت، حسيت انها حقيقي. قلت له ايوه يا فندم، انا تحت امركم. قال لي الرئيس معاك. لقيته هو اللي بيتكلم بقى. قال لي ازيك يا استاذ؟ قلت له الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك بتاع. يعني بتكلمني في البيت؟ قال لي ما انا عارف لك حته، ما انت ما انتش في البيت كنت. قلت له طيب، يعني انا سعيد ان انا بسمع صوتك من التليفون وانا مش عارف اقول لك ايه. قال لي ما تقولش حاجه، ما انتش عايز حاجه؟ قلت له لا مش عايز. انت مش عايز حاجه؟ كانت مكالمة ظريفة يعني، كانت مكالمة ظريفة كده. احنا كان معانا قمة من قمم الفن المصري، الأستاذ الذي لا يعرف، مؤسس حزب خفة الدم المصرية، والأب الشرعي للكوميديا المصرية والعربية، الأستاذ الفنان الكبير القدير، ولا أكتفي بالألفاظ، الأستاذ فؤاد المهندس.